بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة المرحلة الرابعة في كليات الصيدلة العراقية المختلفة، نحاول قدر الإمكان بهذا الفيديو نحاول نراجع وياكم بعض الأسئلة المتعلقة بالدايابيتس. كون الدايابيتس موضوع مهم جدا، هو بي عليه محاضرتين بالمنهج، فلذلك يعني ممكن تكون هناك عليه أسئلة لا بأس بها في الأسئلة النهائية للامتحان التقويمي، خصوصا وإحنا شفنا أنه الامتحان التقويمي أسئلته مركزة جدا وعميقة، لذلك يجب علينا أن نستعد إلى استعداد جيد. هذا البارت الأول اللي هو 60 سؤال MCQ بالدايابيتس فارموكوثيرابي بارت 1، راح نتناول به يعني بصورة عامة الدايابيتس إضافة إلى الإنسولين ثيرابي. فانتم تعرفون الدايابيتس، اول نقطه كاتب لكم اياها، الدايابيتس هو ميتابوليك ديزيز افكتنج ذا ميتابوليزم اوف، بالعاده واحد يتوقع انه افكتنج ذا ميتابوليزم اوف كاربوهيدرات، بالحقيقه هو افكتنج ذا ميتابوليزم اوف كاربوهيدرات ليبيدز اند بروتينز. لذلك هنا كاتب لكم انه الاختيار الصحيح هو الاختيار الثالث الرابع العفو هو اختيار دي. فهذا الاختيار الصحيح all of above carbohydrate and lipid proteins، كلهم ذولا affected by diabetes، يعني الميتابوليزم مالتهم affected. all the following، نقطة الثانية، all the following are chronic complications of diabetes except، ياهم الكرونيك كومبليكيشنز، بالعادة الكرونيك كومبليكيشنز هم اللي النيوروباثي مثلا، النفروباثي، الهارت فيلير، الراتينوباثي، then chronic complications. اما الهايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيتس او ستيت، هاي صراحه هاي مو كرونيك، هاي تصير واحد يصير عنده هايبر جلايسيميا راسا، ممكن اكيوت تعتبر، فلذلك ما تعتبر من الكرونيك كومبليكيشنز. فاذا مرت ان سالت عن الاكيوت او الكرونيك كومبليكيشنز، الكرونيك كومبليكيشنز هم ذول الباثيز اضافه الى الهارت فيلير او الكارديو فاسكولار، اي شغله تحتاج وقت طويل على ما تصير، بينما الهايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك ستيت او مثلا يقول لك دي كي اي ايضا ذن كلهن يعتبرن acute complications. one of the following is not true regarding type 2 diabetes. هنشوف شنو اللي قايل لناها. اول شيء it comprises about 95% of cases، صحيح هو تقريبا type 2 هو الاكثر، اكثر من 95%. It is usually an autoimmune mediated. لا، التايب 1 هذا تايب 1 اللي هو autoimmune disease. أما التايب 2 لا. Associated with reduced beta cell mass. Reduced beta cell mass صحيح. تقل الماس مالت البيتا سيل فيقل السكريشن اوف انسولين. البيتا سيل فانكشن از امبيرد صحيح. Associated with reduced incretin effect أيضا. Reduced incretin effect اللي بالضرورة راح يؤدي إلى انسولين resistance. اوكي، هذا الانكريتين من يقل، واحده من نظريات الانسولين ريزيستنس الانكريتين يقل. all the following causes of insulin resistance except، شنو عندنا شغله ما لها علاقه بالانسولين ريزيستنس بهاي الخيارات، مثلا excessive hepatic glucose production، صحيح الناس اللي عندهم ريزيستنس هوايه تنتج الليفر مالتهم جلوكوز. Reduced muscle glucose uptake، أيضا المصل ما تأخذ، ما عندها قدرة أن تأخذ الجلوكوز. Lipolysis أيضا يزداد. و excess glucagon secretion، ذني كلهم صحيحة، بينما يصير down regulation للصوديوم glucose transporter 2. لا بالعكس، بالعكس هو يصير up regulation مو down regulation، يعني يزيد الصوديوم glucose transporter 2 اللي هو هذا يرجع الجلوكوز للسيركوليشن من الرينال للسيركوليشن، وبالتالي راح يصير عنده الانسولين يعني ريزيستنس. all the following numbers are true regarding the diagnosis of diabetes except diagnosis of diabetes. شنو اللي ما له علاقه هنا؟ اكيد الفاستنج بلازما جلوكوز من 70 الى 99 هاي لها علاقه. زين، الامبيرد اورال جلوكوز تولرنس تيست اقل من 140؟ لا مو اقل من 140، يوصل قد يكون لل 200، يعني من اكثر من 140 لحد ال 200 هاي تعتبر ممكن دايجنوستيك. البقيه كلهن دايجنوستيك ما عدا هاي العله بالرقم هذا. احنا ليش جايبين لكم هاي النقطه ومخلي سوينها نقطه على مود تنتبه شنو الارقام
اللي ممكن انت تعتبر diagnostic لمساله الدايابيتس. كرايتيريا فور دايجنوستس اوف دايابيتس شنو؟ انت من تريد الشخص ابو دايابيتس اكيد تباوع للفاستنج بلاد شوجر، مهم تباوع للفاستنج بلاد شوجر، ايضا ممكن تباوع للراندوم بلاد شوجر اوكي، وممكن تباوع للهيموغلوبين اي 1 سي، ممكن تباوع للاورال جلوكوز توليرانس تيست. فكل ذن الاشياء ممكن يفيدنك بالدايجنوستس، فلذلك الخيار هو all of the above. فانت ايضا النقطه مو بحد ذاتها مهمه بقدر ما انه المعلومه اللي بداخلها ايش قد مهمه. Which one of the following is true regarding screening of diabetes? Screening. نريد نسوي screening للديابيتس. Screening of type 1. Screening of type 1 diabetes. In asymptomatic, انتبهوا, asymptomatic children or adult is recommended while screening for type 2 is not recommended. طبعا هنا أنا لا بالعكس. Type 1 اصلا ما يحتاج لنسوي له screening. لهون هو فشي يجينا فجأة. فاحنا نسوي سكرينينج هذا يعني اعتقد مضيع على الوقت، ولكن التايب 2 ممكن يكون كامن عند ناس وما يدرون به، فيفيدنا نسوي له سكرينينج. هاي النقطة الأولى خطأ ما لها علاقة. النقطة الثانية asymptomatic adult who are overweight, asymptomatic adult who are overweight and have at least one other risk factor for developing type 2 diabetes should be screened. صح هاي should be screened، يعني لأنه هو هم asymptomatic وهم تايب 2 وعده ريسك فاكتورز، فلذلك نسوي سكرينينج وجوز اللقفه بطريقنا واحنا نسوي سكرينينج. All adults even those without risk factor should be screened every 3 years starting at 45. واحد من يوصل عمره 45 سنه المفروض كل الادلتس يعني حتى اللي ما عندهم ريسك فاكتور دائما نسوي لهم سكرينينج، نسوي تحاليل ونشوف خاف عنده دايابيتس وما ندري بيه. طبعا مو all of the above، الخيار الصحيح B and C، B وال C اثنين هن true. زين التارجت A1C target hemoglobin A1C according to the American Diabetic Association. ايش قد التارجت حسب الامريكان دايابيتيك اسوسيشن؟ احنا قلنا لكم حسب الامريكان دايابيتيك اسوسيشن تختلف السالفه. اذا حسب الامريكان دايابيتيك اسوسيشن نقول حسب الامريكان دايابيتيك اسوسيشن كانت يقولون دائما less than 7، يعني الهيموغلوبين اي 1 سي less than 7، واحنا كاتبين لكم اياها بالمحاضره. فاذا يريد يقول لك يا بحسب يعني يسوي لك اياها حسب منظمه معينه، فانت تكون تعرف انه الامريكان دايابيتيك اسوسيشن تقول less than 7 it's okay as a target for hemoglobin A1C. زين النقطه التاسعه all the following are true regarding the importance of exercise for diabetic patient except. شنو الشغله اللي ما لها علاقه بالاكسرسايز يعني ما لها علاقه؟ هذا كان امبروف انسولين سنسيتيفيتي، صحيح كان امبروف انسولين سنسيتيفيتي. طيب physical activity goal include at least 150 minutes per week of moderate intensity exercise. طبعا هاي رحنا احنا نحتاج 150 minutes per week at least 3 day per week، فذن الاشياء صحيحات. With no more than 2 days between activity، يعني دائما ما نخلي هوايه بين الاكتيفيتي. فيعني اذا تباوعها هنا اذا بين يوم ويوم بالاسبوع 150 منت كلش اوكي، بس هذا المكتوب عندكم. طيب الريزيستنس، الريزيستنس يا شباب ريزيستنس سترينث هذا هنا is recommended at least 2 times a week for patient with proliferative diabetic retinopathy. هنا المشكله، هاي المشكله عندنا proliferative diabetic retinopathy المفروض المريض ما يسوي strength وresistance training لان يتاذى العين مالته، تتاذى عند retinopathy هذا، فهذا ممنوع عليه التريننج والباقيات صحيح صحيح عندنا. الادفانتج اوف انسولين اورال هايبوغلايسيميك ايجنتس انكلود، يعني الادفانتج اوف انسولين of over other sorry high of over تقدرون تصلحون سوين over other oral hypoglycemic agent او over شيلوا other ايضا over oral hypoglycemic agents include. يعني بدي نقول لك شنو الادفانتجز اوف انسولين على ال oral hypoglycemic agents. اكيد it can achieve wide range of glucose target، صحيح it can achieve wide range of glucose target، يعني نعطينا حريه نقدر نضيف وحده نضيف وحدتين بحيث نقدر نوصل للي نريده، نقدر نسوي adjustment بسهوله. زين low incidence of hypoglycemia، لا هاي غلط، شنو low incidence؟ هو دائما يسوي hypoglycemia هو والسلفونيليوريا.
زين، the dose can be individualized based on glycemic level. طبعا اي نقدر نسوي لها الدوز، نقدر نسوي لها individualization based on glycemic level. يعني مثلا ايش قد واحد الجلوكوز مالته نقدر نزيد ننقص على كيفنا. Rarely associated with weight gain. لا غلط، هو associated with weight gain. لذلك الجواب هو الـ A and C. زين، نقطة 11. One of the following. نقطة 11 خلينا نمسحها عنها. عفوا. نقطة 11 نقول one of the following insulin preparation is considered as immediate acting. يا هل عندنا immediate acting من ذول considered as intermediate sorry. Intermediate acting طبعا الانسولين اسبارت هذا يعتبر مو intermediate acting، هذا يعتبر rapid acting وهم short rapid acting. اوكي وعندنا الانسولين جلوليسين هذا ما له علاقه ايضا، الانسولين ديتيمير هذا long acting، الانسولين جلارجينك هذا long acting، تبقى بس الانسولين NPH هو intermediate acting. اوكي طيب، which of the following types of insulin preparation is used almost to cover basal insulin? Cover basal insulin. تبو. To cover basal insulin. شنو basal insulin وشنو هو basic insulin؟ إذا سمعتوا أنتوا دائما عندنا إحنا ثلاث أنواع من الإنسولينات، ثلاثة ذني نسميهن basal، ثلاثة طبعا دائما نخلي وياهن بالإضافة إلهن نخلي وياهن ال NPH. فالبيزل عندنا دائما نحفظهن جلارجين اوكي هذا يعتبر بيزل جلارجين انسولين، وعندنا واحد يسمونه انسولين العفو ديتيمير ديتيمير هذا يعتبر بيزل انسولين. طيب جلارجين وديتيمير، وواحد يسمونه ديجلوديك. اوكي ذن الثلاثه ذني، واذا نخلي وياهن ال NPH خلينا نقول اربعه فقط، ذول هم يعتبرن بيزل انسولين. يعني كلمه بيزل يعني نقدر نطيهن على مود يغطل لي البيزل سكريشن اوف بنكرياس، يعني يطلني يطولن لفتره طويله بس ما يوصلن ما يطن بيك، معظمهن ما يطن بيك او ما يطن بيك عاليه، واكثر واحد ما يعطي بيك هو الجلارجين والديجلوديك، هذول الاثنين ممكن يطن شويه بيك بس قليله. تنتوري فحفظولي منو بيزل؟ جلارجين، ديتيمير، ديجلوديك، ان بي اتش، ذني بيزل. طيب منو بيزك؟ قصدي العفو بولس، البولس عندنا الاسبارت وجلوليسين هذا الاسبارت وجلوليسين واللسفرو بالاضافه الى الريجولر انسولين او نسميه نيوترال هيومن انسولين او كذا. ذن الأربعة حفظا مثل يعني مثل ما تحفظ اسمك، ذولي أسبارت جلوليسين لسفرو وريجولر ذن يعتبرن بولس. طيب منو بيزل؟ جلارجين ديتيمير ديجلوديك ان بي اتش، ذن من الحفظان راح يسهلا هواية عليكم. فأنت هسه إذا تحفظ هاي النقطة قبل إذا أقول لك بيزل إنسولين، بيزل إنسولين دائما يغطي لي الأشياء اللي هي متعلقة بالبيزل إنسولين سكريشن، او من معنى اخر اذا اقول لك هسه راح اسالك سؤال ثاني عليها بطريقه اخرى، دائما اذا يقول لك يابا الانسولين الاضبط به الفاستنج بلاد شوجر، واحد عنده مشكله بالفاستنج بلاد شوجر بينما الفوست برانديال ورا ما ياكل ضبط اموره، فقبل انت تروح على البيزل انسولين. بس اذا قلت لك واحد من ياكل برا ساعتين الشوجر ما ينزل مالته، فلذلك انت هنا ما تفكر بالبيزل تفكر بالبولس، لان البولس هو post brandial insulin preparations. اوكي خلينا نشوف لكم نقطه 13. which of the following insulin preparation has the least peak when administered to diabetic patient؟ اول شيء من اقول لك least peak مبدئيا الما بيهن peak هم البيزل الما بيهن peak. طيب من اقول لك ياهو اقل واحد عنده peak من البيزل نفسهم، اقل واحد عنده peak، فانا اذا جايب لك طبعا اكيد لك ذن الاثنين الجلارجين والديجلوديك اثنينهم ما عندهم بيك، فانا اجيب لك واحد منهم بالنقطه الانسولين والجلارجين، الانسولين جلارجين هو اللي ما عنده بيك ما يسوي بيك. شنو يعني ما عنده بيك؟ يعني اذا نرسم الكيرف هيك
يعني مثلا اكو ناس نعطيهم فنعطيهم يصعد الانسولين يصعد 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 وينزل، هذا بيك هنا عنده. بينما الانسولين جلارجين، الجلارجين انسولين، شبيه الجلارجين انسولين هنا عندك من تعطيه اياه راح يصعد صعود خفيف وما يسوي بيك، يبقى 24 ساعه ما عنده بيك. ففهمتوني؟ فلذلك احنا دائما نفضل نعطيه از ابيزل انسولين، هذا معناه ما عنده بيك. اوكي، ما هذا المفهوم يا شباب؟ زين، النقطه 14، which of the following types of insulin used to correct any deviation in fasting blood diabetes. اشوفوا هسه سالناكم اياها بطريقه اخرى، يا هل يصلح لنا الفاستنج، يا هل يصلح الفاستنج. اول شيء مبدئيا اللي يصلح الفاستنج دائما should be basal، اللي يصلح الفاستنج دائما لازم basal. ليش؟ لانه احنا نعطيه يغطي لنا البيزل، فاذا عندي مشكله بالفاستنج يعني اروح قبل اختار واحد من البيزل. طيب هنا انا قايل لك بصوره عامه يا اهل يصلح الفاستنج. طيب منو هنا عندي بيزل من ذن الاثنين؟ اسبارت، لا اسبارت بولس، ديتمير، اي والله بول بيزل، جلوليسين، جلوليسين تعتبر بولس مثل ما حفظتكم اياها، الجلارجين، جلارجين يعتبر بيزل. فاذا اباوع هنا عندي البي والدي، الاختيار البي والدي ذن اثنيناتهم هم بيزل انسولين سكريشن، فلذلك ممكن استفيد منهم اصلح الفاستنج بلاد شوجر بهم. زين، نقطه 15، patient with type 1 diabetes randomly analyzed blood glucose، وراسا بالقاس الراندوم بلاد شوجر برساعتين، randomly برساعتين 2 hours after meal that was found to be elevated، لقى بعد اكل elevated post prandial، يعني معناها post prandial. من اقول لك randomly بعد الاكل قاس معناها هذا post prandial او random blood sugar. اذا من اريد افكر بانسولين يصلح لي post prandial دائما افكر بالبولس انسولين preparation، بولس انسولين preparation. والبولس يا هلنا عندنا الجلوليسين والاسبارت والسفرو، بالاضافه الى تخلي وياهن الريجولر انسولين الاعتيادي مثل ما عددت فوق لك. طيب هنا يقول لك which one of the following is or are not useful for correction of this elevation. هنا سألك اللي ما يفيده مو اللي يفيده، فانا شو خلي اطلع اللي يفيدنا يا هم، اللي يفيدنا قلنا البولس، يا هو بولس اسبارت بولس لو بيزل، والله بولس. زين، الانسولين ديتمير بولس لو بيزل، بيزل هذا حفظناه وين البيزلات. زين، انسولين جلوليسين هذا بولس، بولس هذا، فيعني هذا ما وي هذا وي مل. زين، انسولين جلارجين هذا بيزل، بيزل. طيب هنا انا بطيني بيد، يعني هسه انا اذا قيس لك الانسولين اللي ما يفيدن، اللي ما يفيدن المفروض اثنين، شكو واحد بيزل ما يفيد، البيد فيد؟ لا ما تفيد، هاي ما تفيد، ديتمير ما يفيدني. زين، الجلارجين يفيدني؟ لا. اذا البي والدي اثنينات ما يفيدني، واختارهن هو الخيار عليهن يقع. فلذلك يا شباب هنا هاي هذا اقول هذا هنا الخيار مالتي اللي هو البي اند دي. ليش؟ لانه اختاريت البيزل انسولين. diabetic patient نقطه 16 with type 1 diabetes has found his fasting blood glucose level greatly elevated. fasting the type of insulin that is beneficial for this patient will be. يا هل يفيدني اذا واحد فاستنج، يلا هسه انا اختبركم. فاستنج بلاد شوجر متغير، بشرفكم الفاستنج بلاد شوجر اذا اريد اني اصلحه اروح ادور بيزل انسولين لو بولس انسولين؟ اكيد احسنتم احسنتم، ادور بيزل انسولين ما دام هو فاستنج بيزل انسولين. هالمره خل ادور يا عدي من ذني هو بيزل انسولين. الاسبارت؟ لا والله مو بيزل انسولين الاسبارت. الديتمير؟ نعم بيزل انسولين. الدجلوديك؟ نعم بيزل انسولين. الجلوليسين؟ لا والله موها. فاذا ياها عندي صار عندي بي اند سي، فذلك الخيار هنا يقع على البي اند سي. اوكي شباب، بيزل انسولين ذات از كونسيدرد انفيرير، من اقول لك انفيرير يعني ما مفضل، مو قلت لك سوبيرير، يعني اقول لك ياها البيزل انسولين اللي هنا اللي عندي بهاي القائمه اللي يعتبر هو بيزل، صح بيزل انسولين بس يعتبر inferior to other basal insulins، يعني البقية مفضلات عليه. منو؟ يقول لك البقية مفضلات عليه ذولا هم الانسولين جلارجين والانسولين
ياهل الجلارجين والان بي اتش والديجلوديك والانسولين ديتيمير، ياهو اللي يعتبر انفيرير. طبعا شك واحد هنا عنده بيك او الديوريشن مالته مو طويله ما نعتبره، فلذلك احنا دائما ما نفضل بالبيزل، ما نفضل الان بي اتش ولا نفضل الديتيمير، لا الان بي اتش ولا الديتيمير. ليش ما نفضلهم؟ لان دائما صراحه الان بي اتش والديتيمير الديوريشن اوف اكشن مو طويله مالتهم، بعض الاحيان نحتاج نعطيهم باي 2، نعطيهم بي اي دي بعض الاحيان، فلذلك ما نفضل نعطيهم. ايضا دائما بعض الاحيان يسوي لنا بيك شويه، بيك شويه مو عدلات مثل الدجلوديك والجلارجين. اوكي، one of the following شباب، one of the following العفو، one of the following basal insulin preparation has lower risk of nocturnal hypoglycemia and may result in less glucose variability. دائما البيزل انسولين، بيزل انسولين لان ما يسوي لي بيك فما يسوي لنا هايبوغلايسيميا، وما يعني دائما عدل ماشي عدل، ما بي بيك ماشي عدل، فالجلوكوز فاريابيلتي قليله بالنسبه له، مو هيك يسوي بحيث ينقص اذا وصل للبيك هنا كلش هايبوغلايسيميك افكت، واذا نزل الهايبوغلايسيميك افكت مالته يقل، هذا عدل ماشي ماشي عدل، فلذلك الافكت مالته ايضا ريجولر. فالانسولين ديجلوديك هو الافضل من ذول من ذولي لانه البيك مالته قليله. Which of the following types of insulin preparation is not considered as correction insulin؟ الكوركشن انسولين دائما نعتبر البيزلات هن كلهن، قصدي البولاسات كلهن يعتبر كوركشن انسولين للبوست برانديال. يعني كوركشن شنو؟ يعني معنى واحد معناها اكل صعد السكري عنده شويه، نقدر نسوي له كوركشن للدوز، فنبطي دائما بولس انسولين، بولس انسولين اللي هو الجلوليسين واسبارت والسبرو. الجلارجين نطيه؟ لا طبعا الجلارجين يعتبر انسولين، هذا يعتبر بيزل فما نطيه. An insulin preparation that is preferred as initial therapy for patient with type 2 diabetes in combination with oral hypoglycemic agent. يعني ياهو الانسولين preparation اللي هو نفضله initial therapy للpatient with type 2 in combination. يعني احنا دائما بالtype 2 نبدأ بعلاج شنو؟ نبدأ بعلاج بالحقيقة ننطي علاج يا شباب، ننطي علاج اللي هو oral hypoglycemic agent، عندنا guideline نبدأ بتفورمين ونضيف له ونضيف له إلى أن نوصل إلى حالة ناس بعد ما يستجيبون نفضل راح ننطي insulin ويا oral hypoglycemic agent. فهنا أنا السؤال يقول لك يا هل الانسولين بريبريشن اللي مفضل عندك؟ القاعده الانسولين بريبريشن المفضل عندك هو بالحقيقه البيزل انسولين، نضيف دائما بيزل، بيزل انسولين زائدا اورال هايبوغلايسيميك ايجنت من نريد نبدي بعلاج التايب 2، تايب 2 دي ام، فدائما بيزل زائد وبعدين عود اذا ما فاد يلا نضيف البولس. فهنا طبعا هنا أشير لكم تأشيرة خطأ، هاي التأشيرة مالت الحل، احنا عندنا جلارجين وعندنا دجلودك، اثنيناتهم ذن جلارجين والدجلودك اثنيناتهم بالحقيقة يعني جيدات إذا عدنا نبدي بيهن لعلاج البيشنت والتايب 2 دايابيتس، فأي and دي. يعني انت المهم تعرف المعلومة بغض النظر عن فأنت عندك القاعدة انه تبدي بيزل انسولين زائد oral hypoglycemic agent إذا قررت تستخدم إنسولين للمريض أبو تايب 2. إنسولين preparation that is preferred as initial therapy for patient with type 1 diabetes. ياهل نفضله، ياهل نفضل أنه نستخدمه للpatient with type 1 diabetes. طبعا يفضلون أنه يعطون combination بين basal و bolus. شوفوا النقطة اللي قبلها شباب، كنا نحكي عن type 2 diabetes، تايب 2 دايابيتس، وقررنا نضيف لهم انسولين، يا الانسولين المفضل عندهم بس البيزل. طيب هالمره هاي بالنقطه 21 جاي نحكي عن، شوف نقطه 21 جاي نحكي عن البيشنت هو تايب 1 دايابيتس، تايب 1 دايابيتس، التايب 1 يفضل كومبينيشن، ننطي كومبينيشن بين تايب بين 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 البولس والبيزل. فانت كومبينيشن يا عندك بيزل، نقطه 21 يا هل عندك بيزل، هسه عندك بيزل جلارجين، جلارجين الوحيد بيزل منهن جلارجين، فهذا خلي بطريقي جلارجين،
طيب ويا من اسوي له كومبينيشن، سوي له كومبينيشن ويا اي وحده، ويا اللي سبرو ويا جلوليسين. فخلينا نشوف اذا نسوي له كومبينيشن ويا اللي سبرو، يعني المفروض سي اند اي، هاي سي اند اي، اي ان اي اند سي، عندي خيار اي اند سي، اقدر اختار خيار اي اند سي. بينما مالت الاي والبي، هاي الاي والبي اثنيناتهم بولس، اثنيناتهم بولس، ما يصير اسوي لهم كومبينيشن. فالخيار مالتي كومبينيشن اوف اي اند سي. بغض النظر عن النقطه اللي مخلي لكم اياها، ابو تايب 1، ابو تايب 1 يفضل ان نعطيه كومبينيشن اوف اي اوف بيزل اند بولس، بينما ابو تايب 2 يفضل نعطيه فقط بيزل انسولين بريبريشن. هاي القاعده. اما انتم يعني شلون جتكم النقطه انتم تعرفها بعد، شلون ما تجيكم خل تجيكم، المهم تعرف انه احنا ابو تايب 1 هيك او ابو تايب 2 هيك. زين اسمع، قلت اشرب مي اذا تسمحوا لي. طيب الحمد لله. بالنسبه لل هاي الكيس اللي قدامكم، 35 years old patient just diagnosed to have type 1 diabetes. 35 سنه وتونا شخصنا type 1 diabetes. His body weight is 96 كيلوغرام. تبه 96 كيلوغرام. They decided to put the patient on basal bolus regime. قرروا يخلونه basal bolus regime. Okay. Using glargine and lisopro insulin preparation. The dose distribution for this patient will be. طيب احنا نريد نستخدم له بيزل بلس. احنا شلون اصلا نحسب الدوز، التوتال ديلي دوز مالت الانسولين؟ احنا بالعاده نعتمد على رقم معين على مود ما نغلط بالحسابات. وهذا تايب 1 دايابيتس، ابو التايب 1 دايابيتس ما عنده انسولين بجسمه نهائيا. طيب اذا ما عنده انسولين بجسمه نهائيا، يعني احنا بالعاده نعتمد على الدوز اللي هي 0.5 يونت بير كيلوغرام. هذا اللي نعتبرها. ف 0.5 يونت بير كيلوغرام اذا تضربها جنابك هسه 0.5 تضربها بالكيلوغرامات مالته في 96 تطلع تقريبا 48 يونت، صح؟ قاعده عامه، ما دام استخدمنا بيزل بولس، اي شيء يطلع لنا بالتوتال ديلي دوز انقسمه الى قسمين، 24 ب 24، 24 نعطيهن بيزل و24 نعطيهن بولس. زين ال 24 البيزل نعطيهن بيزل، نختار لنا واحد من البيزلات، بما انه هو بالكيس قايل للطبيب قرر يستخدم جلارجين وليسبرو، فانا الجلارجين اعرفه بولس والليسبرو اعرفه، قصدي الجلارجين بيزل عفوا والليسبرو اعرفه هو بولس، يعني سريع المفعول. طيب البيزل اللي هو ال 24 البيزل اعطيهن كلهن من الجلارجين، بينما البولس اقسمها على الوجبات، على الوجبات ريوق وغداء وعشاء. وين هي الكيس طارت من هنا، ريوق وغداء وعشاء. اوكي شباب هنا اقسمها حتى ما تطير، ريوق وغداء وعشاء. ال 24 اذا اقسمها على الريوق وغداء وعلى العشاء اكيد تصير 8 8 8. فاروح ادور بالخيارات، يا اهل منطهي شيء، الخيار الاول 24 يونت جلارجين ات نايت و8 يونت لسبرو ات ايتش ميل، صحيح هذا الخيار صحيح، بينما البقيه كلها حكي فاضي مثل ما يقولون، بس مجرد نريد نغلطكم به. اوكي وان اوف ذا فولوينج از نوت ريليتد تو متفورمين، يا اهل ما لها علاقه بالمتفورمين. المتفورمين يزيد الجلوكوز ابتيك انتو مصل، اي نعم يزيد الجلوكوز ابتيك للمصل. It is accumulated in renal disease among يعني it is the accumulated in renal disease يعني the most accumulated، خلينا نقول اكثر واحد in renal disease هو اكثر واحد، هو دائما طبعا accumulated in renal disease، طبعا accumulated in renal disease، بس نقول the least the more، هسه هنا اكو هنا يعني نقص بالكلمه هذا، ف هنا not related لأنه هو بالنسبة لل renal disease، هنا لل patient with renal disease إذا قايل لك the least أو the most accumulated one أو the least accumulated one تعتمد. فأنت هنا الهدف من النقطة هاي راح نقرأ فقط النقاط لأنه أكو نقص بالكلمة.
It is the first line therapy in patient with type 2 diabetes. نعم هو first line with patient with diabetes. It may be used for overweight, for weight control. نعم ممكن نستخدمه for what? بس off-label use. It has low risk of hypoglycemia. نعم has low risk of hypoglycemia. ودائما هو هذا فعلا هو بالنسبة للدواء اللي ممكن يصير بي accumulation in renal disease ويسوي لي lactic acidosis. أيضا يسوي lactic acidosis. All the following factors. Put metformin as first line agent for management of type 2 diabetes. يعني معناها أريد أقول لك شنو الصفات الزينة مع المتفورمين. كل اللي قدامي هو صفات زينة ما عدا نقطة واحدة. هو عنده هاي إفكيسي. نعم والله عنده هاي إفكيسي كلش حلو. زين positive effect on weight يعني نزل الوزن. نعم positive effect on weight ينزل لنا الوزن. زين ال positive impact on cardiovascular risk. نعم positive impact on cardio يعني مو نيجاتيف يعني مو زايد للريسك يقلل الريسك هالمره. زين lower accumulation in renal disease. لا هو accumulated in renal disease فلذلك هاي ما لها علاقه به. وهلو كوست فعلا لو كوست هو رخيص. The effect of metformin on lipid profile can be as follow. المتفورمين شلون ياثر على الليبيدو بروفايل؟ طبعا هو ياثر على كل الليبيد بروفايل. يقلل لك الترايجليسرايد يقلل الترايجليسرايد بنسبه 8 الى 15% اوكي. وايضا يقلل اللو دنسيتي لايبوبروتين كوليسترول بنفس النسبه 8 الى 15% فانتبهوا لحفظوها. ترايجليسرايد واللو دنسيتي لايبوبروتين اثنينهم 8 الى 15%. It may increase HDL by only 2% وحتى only 2% هي good يعني good. لذلك هو ال HDL احنا دائما نريدها تصعد، ال HDL نريدها تصعد وال LDL نريدها تنزل. فهو هذا كلش اده good effect على ال lipid profile. اوكي metformin is known to cause transient and dose dependent GI effect. Transient and dose dependent GI effect. This effect could be mitigated by يعني هو يسوي لنا يعني سايد افكت على الجي اي تي. شلون نخففها؟ mitigated يعني نخففها mitigation. شو نسوي؟ هل ممكن نستخدمه سلو دوز تايتريشن؟ نعم نبدا بدوز 500 1000 وبعدين 1000 يعني الى ان نوصل للدوز. فنسوي سلو دوز تايتريشن شوي شوي نصعد. تيكينج ات وذ ميل. نعم مهمه تيكينج ات وذ ميل. والشغله الثالثه اللي هي دائما ننتبه لها كون نستخدم السستيند ريليس فورميوليشن. راح تحرر لنا شويه شويه وكانما نستخدم دوز خفيفه. وبالتالي كل الشغلات اللي ان ابوف يعتبرن هن الحل. All the following are side effects of metformin except. يا هل side effects of metformin. يا هل ما يعتبر. كلهن side effects of metformin ما عدا ال weight gain. ال weight gain هذا يعتبر مو side effect of metformin بالحقيقة. هذا يعتبر يعني هو أصلا المتفورمين يستخدم for weight gain. Off level. مثل مالونيك أسيد. Should be measured annually. In patient taking one of the following oral hypoglycemic agent. احنا من نحكي على المتفورمين يقول يقلل الفيتامين بي 12 يقلل الابزوربشن. احنا دا نريد نسوي دائما يعني نبحث عن الافكت والسايد افكت مالت المتفورمين يكون نقيس المثل مالونيك اسيد. يفضل ان نقيسه سنويا المثل مالونيك اسيد ويا من ويا المتفورمين. كلهن ما لهن علاقه ما عدا المتفورمين هو اللي يعتبر يعني مرتبط بالمثل مالونيك اسيد. لاكتيك اسيدوسيس سكندري تو متفورمين يوز مي بي انهانسد باي ذا فولوينج ديزيز اكسبت. يعني لاكتيك اسيدوسيس ممكن يزيد اللي يسويه المتفورمين ممكن يزيد بكل الحالات التاليه ما عدا. طبعا انا هاي النقطه على مود الفت نظرك انه يا الحالات اللي يزيد بهن يعني اللي تزيد حصول اللاكتيك اسيدوسيس. مثل واحد عنده سيفير رينال انسفشنسي، سيفير رينال انسفشنسي، هاي شنو الحالات؟ سيفير رينال انسفشنسي يعني تزيد اللاكتيك اسيد. واحد عنده تشو هايبو بيرفيوجن، يا عنده تشو هايبو بيرفيوجن نعم يزيد الهارت فيلر، ايضا الهارت فيلر ممكن تعتبر اللي الهارت فيلر ممكن يزيد احتماليه، والالسرتيف كولايتس ما له علاقه بالموضوع نهائيا.
الهيباتيك فيلر ممكن ايضا يزيد، فلذلك انت احفظهم الرينال والهيباتيك والهارت والهايبو بيرفيوجن، الرينال والهيباتيك والهارت فيلير، وطبعا الهايبو بيرفيوجن اكيد البيشنت اللي عنده هارت فيلير يصير عنده هايبو بيرفيوجن. زين، واحد 45 years old male old عنده تايب 2 دايابيتس، هو عمره 45 سنه وعنده تايب 2 دايابيتس، قاسوا له الاجكشن فراكشن، الاجكشن فراكشن لقوا 40 مول بير مينت، قصدي الجي اف ار سوري الاستيميتد جي اف ار جلوميرولر فلتريشن ريت لقوا 40 مول بير مينت. الطبيب قرر ديسايد تو ستارت ميتفورمين، رغم هاي قرر ستارت ميتفورمين assuming that the standard dose of metformin، انا اقول لك انت افترض انه الستاندرد دوز اوف metformin in renally competent individual is 500 ملغ each meal، انا اعطيك اياها معلومه بالكيس 500 ملغ بكل each meal يعني 500 في 3 يساوي 1500 معناها 1500 ملغ. زين 1500 ملغ هذا انا جاي اقول لك اياها الدوز الديلي دوز مالت المتفورمين بالشخص اللي رينالي كومبتنت، يعني كومبتنت يعني الرينال سيستم مالته تمام ما بي شيء. طيب فانا اقول لك هذا المريض مالتي الجي اف ار مالته 40، فالجي اف ار مالته 40 احنا بتصدقكم معلومه انه اذا الجي اف ار مالته هيك يعني واصل هيك جوا ال 50 فممكن احنا دائما نسوي ريدكشن للدوز للنص، دائما نسوي 50% ريدكشن للدوز مال المتفورمين، نقدر نستخدمه بس نسوي 50% ريدكشن للدوز. فانت تخيل هي 1500 اذا سوي لها 50% ريدكشن شو تصير؟ 750. على الرغم انه هذا بس مجرد للحسابات، هي 750 مو كافيه، دائما نكون نبدي ب 1000 ملغ او نعطي 1000 ملغ المينيمم افكتيف دوز. زين خلينا نبدي بس نخلص المتفورمين ونوقف التسجيل لأنه ممكن يصير طويل عليكم فنكمل بغير تسجيل. A contrast dye is indicated. indicated هنا أي لازم. indicated for patient with diabetes who is on metformin. واحد ياخذ متفورمين ويريد يسوي سيتي يا أخي فانطوه contrast dye. زين. The recommended action regarding metformin will be. شو نسوي؟ واحد هو ياخذ متفورمين. والمتفورمين ندري بيه accumulated renal disease وندري الكونتراست داي، الكونتراست داي ندري بيها تأثر على الجي اف ار. زين شو نسوي بهاي الحالة؟ يقول لك شنو الاكشن اللي الصحيح على مود اني يعني اتعامل مع المتفورمين. النقطة الأولى قال لك withheld متفورمين a day شوفوا a day before the procedure and resume it 2 days later. طبعا بالحقيقه يعني كاجراء احنا يقول لك ممكن withheld metformin the day of the procedure، يوم البروسيجر، يوم البروسيجر الصحيح، وممكن resume it 2 إلى 3 days بالمحاضره كاتب لكم اياها. فانا بعطيكم 2 days يعني صحيح. فالقاعده بذني كلهن اللي نريد ندوقكم اياها انه دائما المتفورمين اذا المريض يستخدم متفورمين وحظه جابه يريد يسوي فد سي تي بحيث نستخدم له كونتراست داي نحقق حقنا، فيقول لك بهاي الحاله المتفورمين يكون توقفه بيوم البروسيجر بيوم السي تي بيوم الكونتراست داي وتبقى مقاطعه لمده 2 إلى 3، يعني تقدر ترجع برا 2 إلى 3. هاي النقطه كل الحكي هذا معناه شلون ما مكتوب لكم. اوكي طبعا المينيمم افكتيف دوز بالنسبه للمتفورمين هي 1000 ملغ، مينيمم افكتيف دوز بالنسبه للمتفورمين هي 1000 ملغ، والماكسيمم دوز اللي ما نتجاوزها يكون المفروض 2000 ملغ. فانت هنا بهاي النقطه الخيار 1000 ملغ نستخدمه. فاحنا لحد هنا يا شباب راح نتوقف ونكمل ان شاء الله بتسجيل اخر، اتمنى ما تصير طويله عليكم، اتمنى هذا ما يصير حجمه كبير لانه هذا اول مره استخدمه بالتسجيل البرنامج. اوكي شباب مع السلامه، وان شاء الله نلتقيكم بفيديو جاي ان شاء الله.